السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ هانيين اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نوجدوا واحد البريوات بالدجاج وبالكروفيت، وغادي نوجدوا واحد لي سيغار بالكفته. عندنا هنايا في البريوات عندنا هنا واحد جوج بصلات كبار مشلضين، عندنا هنا صدر ديال الدجاج، عندنا هنا شويه الكروفيت، عندنا الزيتون مقطع، عندنا شامبينيون، عندنا الثومه، عندنا الحامض، ورقه سيدنا موسى، عندنا هنا طويمه ديال الحوت، هادو التوابل ديال البسطيله ديال الحوت، وعندنا الهريسه، وغادي نحتاجو الملحه والكمون فقط. وعندنا هنا طماطم مركزه وشويه ديال صوص الصوجة والزيت من طبيعة الحال، والشعرية فيرميسيل ديال الرز. وفي الكفتة هنا كنحتاجو الكفتة، وكنحتاجو هنا عندنا بصلة كبيرة مشلضة، وواحد شوية ديال الفلافل، وهنا عندنا لي زيبيناغ، هنا عندنا فرماج مثلثات، شوية دربيع، ومن طبيعة الحال العطرية، الملحة، التحميرة، البزار، سكينجبير، والكمون، وشوية الثومة، وشوية الهريسة، والزيت من طبيعة الحال، والفيرميسيل. ودابا نبداو على بركة الله. دابا البنات غناخدو مقلة ونديرو فيها الزيت، زيت الزيتون، وهنا زيت نباتي، نخلطوهم بجوج على هاد الشكل. صافي، وغناخد البصله ديالي ديال الشحر، صافي غنضيف واحد شوية ديال الملحة، صافي، وغنخلي البصلة ديالي والفلفلة حتى تطيح، ونضيف المكونات الأخرى. دابا البنات من بعد ما نزلت لينا البصلة والفلفلة، غادي نضيف هنا لي زيبيناغ. انا هنا كان عندي في المجمد، من الاحسن يكون طري. صافي غنخليه يتشحر شويه معاهم، الزيتون هضريا كيطيبو. غادي نضيف واحد جوج الرز ديال الثومه، صافي. وغادي نزيد هنا شويه الهريسه، الحار كيبقى على حسب الذوق. وهم نضيف دابا العطريه، هنا غنديرو شويه ديال البزار حين درنا الهريسه، التحميره نديرو معلقه كبيره، سكينجبير، معلقه
الكمون حتى هو نص معلقه صغيره، صافي وغنخلط هادشي مزيان. زيتون أو ربيع غنخليهم حتى الأخير، صافي دابا غادي نضيف الكفتة ونبدا نوزعها هكا على هاد الشكل حتى تفرتك ليا مزيان وتندمج مع العناصر. طبعا البنات هنا من بعد ما تشحرت ليا الكفته ديالي غادي نضيف الزيتون ونضيف الفرماج، ممكن ديروا الفرماج الحمر او الموتزاريلا حتى هو كيجي مزيان. صافي غنخلي هادشي مزيان، هانتوما البنات الفرماج دغيا كيذوب. غنضيف واحد شويه ديال الربيع كما كتعجبني كيعجبني كيما صافي البنات. دابا غنصفي الشعريه ندير ميسيل ديالي وغادي نضيفها على الخليط. صافي البنات هنا غنضيف ليها الفيرميسيل على هاد الشكل وغادي نبدا نحر كلشي. عرفتي البنات الريحه طالعه رائعه. صافي البنات دابا غنخلي هاد الحشوه ديال الكفته تبرد وغادي ندوزو نشوفو الحشوة ديال الدجاج أو الكروفيت. دابا البنات غندير شوية ديال زيت الزيتون المقلى بهاد الشكل. صافي البنات غنضيف هنايا عندي جوج بصلات كبار البنات. غنخلي البصله شويه تشحر حتى تنزل ونضيف ليها الدجاج. صافي البنات دابا من بعد ما نزلت لينا البصله غنضيف طريفات ديال الدجاج انا قطعتهم صغار، الكروفيت غنخليه حتى الاخر الكروفيت بريا كيطيب. غندوز ندير العطريه ديالي، غندير الملحه، انا درت غير نص معلقه صغيره البنات، كمون معلقه صغيره ميرا عندك هنا ثومه
هريسه هنا عندي الحامض، هنا عندي الحامض مقطع، انتما الا عندكم الحامض ديروا غير العصير ديالو. هنا عندي واحد الوريقات ديال سيدنا موسى، هنا البنات غنضيف العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. هنا عندي معلقه كبيره هاد العطريه البنات هي اللي كتلذذ لينا هاد البسطيله، هاد البريوات. وغادي ندير هنا واحد الضويمه ديال الحوت، صافي نشحر الدجاج مزيان. صافي البنات هنا غادي نزيد واحد شويه ديال لاصوص طوماط، غادي نزيد شويه ديال الصوجة، صافي. وهنا غادي نضيف الشامبينيون، هنا البنات، هنا البنات دايره هنايا سلقت هذوك القشور ديال الكروفيت، درتهم في الماء وصفيتهم، وهذا هو الماء كنسخنو دابا باش ندير فيه الفيرميسيل ديالي. نخليها هنا يتقع، غادي نضيف هنا الزيتون، وغادي نضيف كروفيت ديالي في الاخير، نحسبوا لي هو غير شي 5 دقائق تيطيب. انا هنا البنات كروفيت راه ما قطعتوش، الا كنتو بغيتو يجي طريفات صغار قطعو. غادي نضيف الربيع، صافي. غادي نخلي الكروفيت ديالي تشحر ليا غير واحد 5 دقائق، هو راه دغيا كيطيب. وغنصفي الشعريه ديال الفيرميسيل ديالي صافي، وغادي نضيفها
فوق الخليط وغادي نخليه يبرد حتى يبرد تماما، عاد نعمر به الورقه ديالي. صافي البنات، دابا هادو هما الحشوات ديالي. هذه هي الحشوه ديالي ديال الكفته، وهذه الحشوه هنا ديال الدجاج والكروفيت. وعندي هنا الورقه، انا خديت الورقه الصغيره، قسمت خديت النص هذا قسمته على زوج باش ندير البريوات، وهادو باش ندير بهم لي سيكار. وهنا عندي الطحين والماء باش نسد، وهنا عندي الزيت باش ندهن. ودابا البنات غنبدا البريوات ديالي بهذا الشكل، ندهن بشويه ديال الزيت. صافي كناخد شويه ديال العماره كنوضعها على هذا الشكل. صافي وكنبدا نلف هكا على هذا الشكل، وانا كنقاد الى هذا الشكل. صافي البنات، وكتبقى ليا هان كنخشيها هنا، وكنسد بشويه ديال الدقيق. هادو هما البريوات ديالي. نعاودو وحده اخرى، هذا الشكل. صافي كناخد الحشوه ديالي، صافي وكنلف، وانا كنقاد من الجوانب. صافي كنلف هكا على هذا الشكل، وصافي وكنلف هنا، كيبقى لي هذا الزائد. كنلفو هنايا، نعاودو وحده اخرى. صافي كنلف هنا، كنقاد هاد القناه، وكنعاود نلف وانا كنقاد الجوانب بعمرو. صافي البنات، ودابا غنديروا لي سيكار. انا خديت هنايا ورقه. دائما البنات الجهه الحرشه هي الداخل، والجهه اللي ملسه هي لتحت. كناخذ كميه صافي، كنوضع لي سيكار ديالي هكا، وفي وكنبدا نلف. وفي الاطراف هنا كندير شويه الدقيق. هما كيجيو على هذا الشكل. نعاود وحده اخرى. دائما البنات الجهه الملسه هي لتحت، والجهه الحرشه هي الداخل. كناخذوا كميه نحطوها هكا، هاد الشكل. صافي البنات، وكنبدا نلف، وكنوضع شويه ديال الدقيق. هانتوما البنات. صافي البنات، دابا انا غنبقى مستمره هكايا حتى نسالي هاد الكميه عندي ونرجع معاكم. وهذا حبيباتي هو الشكل ديالنا ديال البريوات، وهادو هما لي سيكار ديالنا.
انايا راه درتهم في الفران، ولا بغيتو تقليوهم ماشي مشكل، انا كيعجبوني في الفران. هانتوما البنات راه كيجيو مقرمشين، كتجي الورقه مقرمشه باقي سخان. هانتوما البنات كتجي الحشوه لذيذه، وكنتمنى الى عجبوكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.